كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحق وما جاء به هو الحق وجاءهم الآيات البينات والحجج والبراهين من عند الله ولا ينتظر إجابة على ذلك السؤال فذاك السؤال من الاستبعاد والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظالمة الذين ظلموا أنفسهم واختاروا الكفر على الإيمان ولكن لنتمهل قليلا هل ذاك الحكم على العموم أم أنه حكم خاص؟ هو حكم خاص لكل من أصر على الكفر والجحود وقد رأينا كثيرا من الكافرين والمرتدين عن الإسلام وقد هداهم الله ورجعوا وتابوا وأسلموا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.